حقيقة منتخب الجزائري فاجأنا جميعا، كنا ننتظر أكثر من هذا، ولو أنه كانت هناك بعض الإشارات تؤكد كونه المنتخب الجزائري، سمحني في الكلمة، ولكن سيفشل لثاني كار على التوالي. والحقيقة كنا نتابع من تونس كل ما يجري في كرة القدم الجزائرية، وخاصة الندوات الصحفية التي كان يعقدها المدرب جمال بالماضي. الحقيقة أنا شخصيا كنت متفاجئ من الحوارات ومن الأسئلة وطريقة الإجابة اللي كان يعطيها جمال بالماضي. هناك شيء كان يوحي بأنه الأمور ليست جيدة، يمكن المدرب من كأس إفريقيا 2019 دخل في 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 منعرج آخر، أصبحت لمانيغ دو كومينيكي، يعني طريقة التواصل صعبة جدا مع وحتى اللاعبين، تصور حتى الرسائل والمساج مع الشوصل. ولو أنه استبشرنا خيرا بعودة بعض اللاعبين على أمثال على غرار بغداد مجيحة ويوسف بليل، لكن الحقيقة هي نوعا ما كانت صدمة. جالفور، القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاطة. ليكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنونورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.